السلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. برشا كلام على المستشار الجديد للنادي الافريقي، 50 مليار في 4 سنين، بلغ يعني مهم جدا بالنسبة للنادي الافريقي، خاصة في الوقت هذا يخلص يعني ديونه ويرجع في المراهنة يعني على البطولة ويرجع للمسابقات القارية. هذا كله اللي سمعناه وكان زاد صرح به رئيس النادي الافريقي. نسمع اكثر تفاصيل على المستشار الجديد ونرجع بالتعليق. عقد الاستشهار مع النادي الافريقي اللي كنا حكينا البارح في ريكاب سبور مع زميلي حيدر، وحكينا على مدى الايام اللي فاتت زاد على عقد الاستشهار ما بين النادي الافريقي والمستشار الامريكي. وراهو مش كان المستشار الامريكي، ثم ناقله خليجيه زاد عندها في مفاوضات مع النادي الافريقي تنجم توصل معها الى عقد شراكه. لكن خلينا في الموضوع نتاع اليوم اللي هو عقد الاستشهار مع الشركه الامريكيه اللي على ملك رجل الاعمال الامريكي جيمس كوكس. العقد هذايا باش يفسخ ديون النادي الافريقي الكل ضربه واحده بلغتنا احنا، بلغه الدارجه. التفاصيل نتاعو بالطبيعه كنا ما نعرفوش هل هي ضربه حظ ام ثم خدمه، شنو اللي صار بالضبط. المعلومات الموجوده انه جيمس كوك عنده عام عايشه في تونس، معجب بالنادي الافريقي وبجماهيريته بالطبيعه حسب كلامه هو، وذاك علاش حب يدعم النادي الافريقي في وقته، خاصة في الأزمة اللي عايش فيها النادي الافريقي منذ خروج سليم الرياحي، وهو يخلص يعني في ديون اللاعبين. برشا فلوس تخلصت وشوفنا قديش من لطخة صارت والجمهور كان حاضر. مستشار جديد يعني برشا نقاط استفهام حوله. أمريكي، علاش يحب يعاون النادي الافريقي؟ مسلم غير مسلم؟ يساري غير يساري؟ برشا كلمات. هل انه يعني العملية بريئة واللي وراها حكاية؟ برشا تساؤلات. نتصور انه الايام القادمة باش نلقاو لها اجوبة. نكملوا نسمعوا ونرجعوا بالتعليق. كنا عليهم في أكثر مرة، قلنا راهو العقد يوصل إلى 4 سنوات ولكن في برشا شروط. من بين الشروط هو كونه كل عام، نتذكروا مليح، خلينا نربطوا باش الناس تفهمنا فاش نحكي، وخلينا نربطوا الموضوع بما صار مثلا للنجم الرياضي السياحي. النجم الرياضي السياحي وقت اللي صحح عقد مع الناقلة الخليجية متاع الطيران كان ثم شروط في العقد، ما بينها الريزلتات كيف يعني النتائج الرياضية بعد 6 شهور من إمضاء العقد ولا بعد عام، يعملوا اجتماع يقيموا فيه النتائج، يقرروا يواصلوا العقد ولا ما يواصلوش. نفس الوضعية بالنسبة للنادي الافريقي. باش نبداو واضحين، رانا معلومات واخذينهم من عند مسؤول من الهيئه التسييريه للنادي الافريقي. المسؤول هذايا بالطبيعه رفض الكشف عن اسمه وقال يلزم نستناو حتى الصفحه الرسميه تهبط كل شيء، ولكن اللي قاله المسؤول واللي قال في موزايك على لسان المسؤول نتاع الهيئه التسييريه للنادي الافريقي تو نهار من نهار تكون ضيف بحثنا، اكد لنا كونه العقد هذايا يستمر الى 4 سنوات. والعقد هذايا كل عام ثم كيما الديسكسيون، يعني كل عام ثم مفاوضات جديده والقيمه نتاع معقول. يعني كل مستشار باش يحط فلوسه لازم يكون النادي اللي حط فيه فلوسه قاعد يقدم فيه نتائج ايجابيه وقاعد يشع وطنيا واقليميا وقاريا، باش بالطبيعه هو كان عنده يعني ماركه والتجاره اللي يقوم بها باش تشع هي وتظهر، وعلى هذاك علاش تسمى ببليسيتي وتسمى تسويق. اما الاشكال انه ثم شكون يحكي انه جيمس كوك دعم النادي الافريقي بصفه شخصيه وبعيد عن عائلته وشركة عائلته، والله أعلم. يعني برشا كلمات في الموضوع هذا، نتصور في الأيام القادمة باش توضح الأمور. النادي الإفريقي هذه فرصة ذهبية جاته باش يخرج من الأزمة متاعه وباش يجيب مدرب عنده قيمة كبيرة، وثم برشا كلام على مدرب أوروبي باش يجي للنادي الإفريقي وعنده تاريخ ولازم ثم انتدابات باش يقدر أنه ينافس على البطولة ويترشح يعني للمسابقات القارية ويكون اسمه موجود ضمن الفرق اللي متراهنة على سواء على الكونفدرالية أو كأس ربيعة أبطال إفريقيا. الكلام أنه في آخر كل عام بيصير جلسة تقييمية وعلى أثرها المستشار يقرر أنه يكمل مع النادي الإفريقي ولا لا. الحديث كذلك عن نقلة جوية خليجية يتوضح اسمها ويظهر في الأيام القادمة، مع على رجالات النادي الإفريقي أن يلتفوا حول ناديهم باش يخرجوا به من الأزمة هذه، وهذه فرصة ذهبية جاتهم تقدمت لهم على طبق من الذهب. لذلك لازم الناس الكل تحط هدف لها باش تخرج بالنادي الافريقي من ازمته. نكملوا نسمعوا ونرجعوا بالتعليق.
وتفسخ الديون بتاع النادي الافريقي كله. هذا كل قلناه مش جديد، كان قال في موزايكا فام، وتقال زاد البارح في ريكاب سبور مع زميلي حيدر اكثر تفاصيل على العقد هذايا، على التفاصيل الماديه نتاعو اللي نعاود ونأكدوا ما تدخلوش لا في حسابات لا في مزايدات. راهو المعلومات واخذينها من عند مسؤول في الهيئه التسييريه من النادي الافريقي اللي اكد لنا كونه العقد 4 سنوات، كل عام ثم نيغوسياسيون. ولكن الاهم بالنسبه للنادي الافريقي وهذا هو الخبر المفرح، بو امبورت قداش هو العقد وبو امبورت قداش الديوري نتاعو، يعني قداش المده نتاعو، وراهو باش يفسخ ديون النادي الافريقي وخطايا اللاعبين، والنتيجه اللي هي تستنى فيها جماهير النادي الافريقي الكل هي رفع المنع من الانتداب. وبالتاكيد كما حكينا البارح في ريكاب سبور باش نعاودوا زاد اكيد اليوم مع زميلي حيدر باش نحكيو على الموضوع هذا بكل تفاصيله، وان شاء الله العضو اللي من الهيئه التسييريه اللي كان اعطانا المعلومات ينجم زاد هو يكون حاضر على شلاف. يعني فرصه للنادي الافريقي باش يفسخ ديونه الكل ويبدا من جديد ويبدا على قاعده صحيحه. المستشار جديد ظهر فيها حب النادي الافريقي ومد يد المساعده، وهذه كما قلت فرصه ذهبيه باش يكون ترامبلان بالنسبه للنادي الافريقي سواء في البطوله او في البطولات الاقليميه او في البطولات القاريه، يعني على مستوى القاره الكونفدراليه او كاس رابطه ابطال افريقيا، اللي باش يفرح جمهوره ويرجع للمراهنه على الالقاب. الايام القادمه كفيله بكشف كل خفايا واسرار العقد اللي باش يمضيها النادي الافريقي مع المستشار الامريكي وكذلك الناقل الخليجي اللي مازالت في مفاوضات. حلو باج الميركاتو، نادي رياضي صفاقسي مهتم بخدمات زوز ملاعبيه من الترجي الرياضي التونسي. زوز ملاعبيه ذوما في نهايه عقدهم مع الترجي، وزوز يلعبوا دولة تيرو اظهر الظهير الايسر محمد امين بن حميده بدات الاتصالات معاه في انتظار التعرف على مآل المفاوضات. كيف كيف محمد بن علي اللي بدات معاه المفاوضات ومن بعد قصت، وكان محمد بن علي محمد بن علي ثم كلام انه باش يجدد مع الترجي الرياضي التونسي، ومحمد امين بن حميده كذلك، وسمعنا النادي الصفاقسي قدم عرض يعني لكلا اللاعبين باش ينضموا ليها. الترجي نصور انه باش ينزل بالثقل نتاعو باش يحافظ على لاعبيه، خاصه وانه بن حميده وبن علي يسحقهم الترجي، والترجي قادم على اكثر من مسابقه سواء كاس العالم او كاس رابطه ابطال افريقيا والسوبر ليج ولا بطولة الوطنية والكأس. نادي الصفاقسي يحب يدعم يعني فريقه بلاعبين عندهم قيمة، ويحب يدخل كأس كونفدرالية من الباب الكبير ولما لا الظفر بها، ويحب يرجع للمنافسة على البطولة. شفنا انه تم انتداب مدرب عنده قيمة كبيرة لرينا بيترو اتلتيكو انتوس البرتغالي. كملوا نسمعوا ونرجع بالتعليق. الترجي الرياضي التونسي جديد، وكونه محمد بن علي مازال نادي رياضي صفاقسي مهتم بخدماته كيفه كيف محمد بن امين بن حميده. الفرق هو كونه الاتصالات مع محمد بن علي كانت بدات عندها مده، ولكن الاتصالات مع محمد امين بن حميده مازالت كبدات في انتظار التعرف على مآل المفاوضات. بالنسبه الترجي الرياضي التونسي ثم اخبار متداوله على اساس كونه هيكل الشيخاوي اتفق مع الترجي الرياضي التونسي من اجل الانضمام الى الفريق. هيكل الشيخاوي وضعته في عجمان متميزه جدا حسب هيكل الشيخاوي اللاعب السابق للاتحاد المونستيري، ثم كلام برشا وقاعد يتكرر انه ترجي في اتصال مع اللاعب خاصه بعد تألقه يعني مع فريق عجمان الاماراتي. هيكل الشيخاوي بصراحه انا من اللاعبين اللي عجبوني وقدم مباراه رائعه على الاتحاد المونستيري، ويستحق الترجي الرياضي التونسي اللي دعم وسط ميدانه، خاصه انه لاعب يحدق اللعب وعنده فنيات عاليه ويقرب برشا للمهاجمين وعنده رؤيه كبيره للملعب. إن شاء الله تتم الصفقة وتكون فائدتها كبيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. نكملوا نسمعوا ونرجعوا بالتعليق. وكيل اعماله حسب مصادر مقربه من اللاعب فانه هيكل يحب يواصل في نادي عجمان الا اذا كان جات اوفر كبيره برشا وعرض هام برشا، وقتها ما يمنعش. ولكن هو مازال عنده عقد مع نادي عجمان، عمل موسم متميز جدا الموسم الفارط، مشى لها وقت اللي هي في المركز تقريبا قبل الاخير، لعب تيتولير وصلت كملت في الترتيب السادس او السابع في البطوله، وبالتالي وضعيته مريحه جدا في نادي عجمان والفريق مازال معمل عليه الا اذا كان جات عرض كبير برشا، وقتها يولي يخمم يغادر نادي عجمان ولا في الاثناء ما ثم حتى عرض رسمي من الترجي الى وكيل اعمال اللاعب والا الى اللاعب هيكل الشيخاوي.
يعني لو ينضم هيكل شيخاوي للترجي الرياضي التونسي فإنه باش يدعم الفريق وباش يقدم الإضافة. كما سمعت هيكل الشيخاوي مازال مرتبط بعقد مع نادي عجمان، إن شاء الله تتم الأمور كما يلزم ويجي للترجي الرياضي التونسي لتدعيم الفريق، خاصة في المنافسات اللي قدم عليها الترجي الرياضي التونسي. نتصور إنه الترجي الرياضي التونسي باش ينزل بكل الثقل نتاعو باش يقنع اللاعب وفريقه انضمام ليه الايام القادمه كفيله باش تجاوبنا على انه الشيخ باش ينضم الترجي الرياضي التونسي ام سيبقى في فريقه عجمان. يعني هذا كان تعليقنا فيما يخص المستشار الجديد للنادي الافريقي، العروض اللي وصلت لمحمد بن علي وكذلك لبن حميده محمد امين بن حميده اللي مازالوا ما جدوش مع الترجي الرياضي التونسي، ولكن الترجي في مفاوضات متقدمه معاهم للتجديد. النادي الصفاقسي يتخلى على الخط يقدم عرض ليهم، ونتصور انه عرض قيم، هذاك علاش اللاعبين قاعدين يخموا بطبيعه مع شكون باش يكملوا، على خاطر في الاخر اللاعب نتصور انه الاولويه للترجي الرياضي التونسي، ولكن كي يكون العرض ماهوش في مستوى اللاعب فانه باش يلوج على عرض اخر، موضوع للمتابعه. وكذلك الترجي تقدم بعرض للشيخاوي لاعب سابق للاتحاد المونستيريا، ان شاء الله يصحح مع الترجي الرياضي التونسي ويقدم الاضافه للترجي. هذا كان تعليق على الاخبار الرائجه خاصه فيما يخص الميركاتو المستشهر الامريكي للنادي الافريقي. انا مبقى لي كنقول لكم هذا مهدي يحييكم، الى اللقاء في فيديوهات اخرى، الى اللقاء.